بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز وقرينته صاحبة السمو الملكي كاميلا دوقة كورنوال، حضر معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين احتفالا بمرور 200 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بحضور سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين. وقد أعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بزيارة ولي عهد المملكة المتحدة الصديقة وقرينته، والتي تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية المشتركة بعد أكثر من 200 عام على قيام هذه العلاقات، والتي تصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين وتشهد على الدوام تطورا على كافة المستويات. وأشاد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالمواقف الثابتة للمملكة المتحدة والمساندة لما تحققه مملكة البحرين من تطور وإصلاح وحرصها على توسيع آفاق التعاون في شتى المجالات وبما يخدم البلدين الصديقين، والتزامها بإنجاز كل ما يؤدي إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية. هذا وقد تضمن الاحتفال معرضا للمنظمات المحلية، حيث قام الحضور بالتجول في المعرض المقام على شرف هذه المناسبة والذي ضم سوق المزارعين البحرينيين وجمعية البحرين للرفق بالحيوان وجمعية النخيل ومعهد التعليم النشط ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية وجامعة العلوم التطبيقية ومعرض كونكورد السنوي ومعرض خليفة شاهين للتصوير الفوتوغرافي. كما شاركت أندية بعض الجاليات ومنها النادي البريطاني ونادي دلمون، وكذلك الجمعيات الرياضية كنادي الركبي ونادي الكريكت البحرين. وتنوعت عروض هذه المعارض فيما يعكس العلاقات التاريخية المتميزة من التعاون والصداقة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة. كما التقى ضيوف البلاد بالحضور من الوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب ورجال أعمال بريطانيين وعدد من السفراء البحرينيين الحاليين والسابقين لدى المملكة المتحدة ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى دول الكومنولث والعسكريين البريطانيين والأمريكيين والبحرينيين وأفراد من العوائل البحرينية العريقة.